زواج قط وقطة في عدن بحضور شهود ومعازيم، إليكم التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شهدت محافظة عدن اليوم واقعة غريبة من نوعها، حيث أقام عدد من الأشخاص حفل عقد قران قط وقطة. وأقيم الحفل الصغير الذي تم بمشاركة عدد من الأشخاص في مديرية المعلى بعدن، وأظهر تسجيل مرئي للواقعة شخص يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين. واختلط الأمر بين جد ومزاح عند من تابعوا الأمر، وطبعت دعوة حضور عقد القران ووزعت دعوات على عدد من الأشخاص. الواقعة قوبلت باستلطاف بعض الأشخاص ومعارضة آخرين قالوا إنها غير مستحبة،